ردي عيونك ردي يا لابسة الخموري ري ري ري. ردي عيونك ردي بنبلاتهم جرحوني. هدي الخطاوي هدي الخطاوي هدي الخطاوي هدي. يا لابسة الخموري يا لابسة الخموري. يا لابسة القفطان والفوطة والبلوزة عندك دلال سلطان يا سعد منه يحوزة. يا لابسة القفطان والفوطة والبلوزة عندك دلال سلطان يا سعد منه يحوزة. خديك ورد جنينة والصوت نغمة حنينة. اسم الله عليك خديك ورد جنينة والصوت نغمة حنينة. ما تبعدي ولاد صدي بام. هدي الخطاوي هدي الخطاوي هدي. يا لابسة الخموري يا لابسة الخموري. عبد السلام النقاتي الفنان الكبير رقمك في بطاقة المهنة 18. احكي لي. باش نحكي لك حياتي كلها فن. ونحب الفن ونحب الناس ونحب تونس ونحب الأخضر ونحب العصافر ونحب بلادي. وغنيت على بلادي وغنيت على مثلا أغاني دينية كما يا سجد لله كما اللي حبك أنا بينا كما شهر رمضان. عملت عليه غناية حكاية قديمة شوية ما مسجلة في الإذاعة بفرقة الإذاعة. وعندي برشا فن معناها. هذه شيء تعرفوا الناس الكل. وانا اليوم فرحانه برشا اللي انا شفتك في شارع الحبي بورقيبه مفاجاه حلوه على الاخر. اكيد وغنينا اغنيه على رمضان لانه موضوعنا اليوم سبيسيال مو على رمضان. عندي صديقي توفى اخيرا الفنان توفيق الناصر عمل لي اغنيه على شهر رمضان كلماته والحانه تو نذكره بخير والله يرحمه وحنا الشهر الفضيل على الابواب. رمضان يا مبروك أهلا بيك في كل عام تهل بالخيرات. رمضان يا مبروك أهلا بيك في كل عام تهل بالخيرات. الكون حفل زاهية لياليك وأيام صومك صبر وعبادات. يا صايمين استقبلوا الافراح يا صايمين استقبلوا الافراح. رمضان باهي تحنلوا الارواح رمضان باهي تحنلوا الارواح. والمؤمنين نفوسهم ترتاح يتسامحوا وتزول الخلافات. والمؤمنين نفوسهم ترتاح يتسامحوا وتزول الخلافات. رمضان يا مبروك أهلا بيك في كل عام تهل بالخيرات. إن شاء الله رمضان مبروك عليك وعلى التلفزة متاعك وعلى الأمة التونسية وعلى الأمة العربية وخاصة على أهلي وناسي في مدينة القيروان. إن شاء الله رمضان مبروك عليهم. سجل يا تاريخ وشهد يا زمان. علاش 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 احنا ناس احرار وربع الثوار. علاش 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 مبروك علينا التوانسة عالخير نجمع ناسنا. معروف علينا التوانسة عالخير نجمع ناسنا. دايما نرفع راسنا بالحكمة والعمل. تونس 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 للناس الكل. تونس 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 للشعب الكل. أنا نغني على البلدية ولبستها القديمة وأنا قديم هكا. قول عدا كلمات هذايا عبد كلمات يا ربي ليلى محمد رسول الله. يا لبس الخموري كلمات الشاعر الهادي علي رحمة الله. يا لبس الخموري يتغزل بها تونسية مو تونسية مزيانة في كل الأطوار وفي كل الظروف وفي كل الحياة. ردي عيونك ردي يا لابسة الخموري. ردي عيونك ردي بنبلاتهم جرحوني. هدي الخطاوي هدي الخطاوي هدي الخطاوي هدي. يا لابسة الخموري يا لابسة الخموري.
يا لابسة القفطان والفوطة والبلوزة عندك دلال سلطان يا سعد منه يحوزة يا لابسة القفطان والفوطة والبلوزة عندك دلال سلطان يا سعد منه يحوزة خديك ورد جنينة والصوت نغمة حنينة اسم الله عليك خديك ورد جنينة والصوت نغمة حنينة ما تبعدي ولاد صدي بام هدي الخطاوي هدي هدي الخطاوي هدي يا لابسة الخموري يا لابسة الخموري برافو يعطيك الصحة أكيد تستحق تحية الكل معلم شو في السويد انا نعتقد انه الشباب نتاع توا محروم من الالحان والكلمات الحلوه هذه مزروبين هما توا انا بديت بالسلاميه في القيروان بابا شيخ سلاميه اخوالي العود والكمانجه هوايه جاء الاستقلال انا مولود قبل الاستقلال ما نقولكش قداش فهمني حاب يقول ومن فضل الله السميع العليم لجنه ثقافيه في القرون وكذا والسلاميه ونجي نسجل في السلاميه في استوديو تسعة كانوا يعملوا فيه الحفلات وكل شيء ناخذوا كاشي نجيو من القروان الهوني نسجلوا مع شيخ السلمية عليه رحمه الله عبد المجيد بن سعد كاشي نتاعنا 3000 نحو منهم 150 مليم امبو وتجيبنا الكهرباء نتاع الولايه حكايتي حلوه وطويله برشا راهو من بعد السلمية جيت خنيت في نجوم الغد مع المرحوم حمد الجزيري وكان الحكم وقتها في استوديو 5 علي رحمه الله علي الرياحي هو حكم وحده باش نعمل غنايه للهادي القلال وشينا لتونس بتاعت حال من القروار في تونس والدنيا وليت نمشي في تونس على سقيه الكار كانت تهبط في باب عليوة حاسيلو خلط لي الاذاعه بعثوا لي استدعاء بالاستدعاء جيت خاطر تبعث استدعاء باختصار خالد استوديو 5 قصي حمد جزير عليه رحمه الله اوكي غني ديما نضحك ديما زاهي ديما هذاك وقتها هو وحده ينشط مش باش تغني باش نغني فهمني سميره يا سميرتنا للفنان القدير عليه رحمه الله الهادي القلال علي باهي الفرقه من تاع الاذاعه في الوقت هذاك فهمني حاج لجمع عليه رحمه الله بالناي عم خليفه بالغرايري بالكمانجه سوسو سلامه يهودي تونسي بالقانون حاسيلو جو قلت له باش نعمل طريف ليالي موال وبعد فهمت لا نغني يا سميره يا سميرتنا نغني على قال لي لا موال ولا هم فما تغني ديريكت قلت له الله يبارك مالا الغنايه تقول سميره يا سميرتنا يا منوره حومتنا الليله غني معانا يا مزهيا ليلتنا يا سمرة يا سميرتنا منورة حومتنا يا سميرة هما باش يعملوا موسيقى لا 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 وانا قلت لهم يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل يا ما عادش يقصوا عليا وقت ما نجموش يا ليل يا ليلي يا ليل سميرة يا جارة يا حلوة يا مسرارة يا وردة مختارة من وسط جنينتنا وسميرة يا سميرتنا برشا حكايات على الفن ان شاء الله عمرك طويل وان شاء الله ربي يحفظ بلادنا وان شاء الله ربي يبعد علينا الوباء والبلاء ويحفظ اولادنا واحفادنا واخوتي مريضين ربي يشفيهم كهوة 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 عايش في بلادي علاش بكيت اخواتي مرضى زوز واحد عثايا في تونس والاخر في القيامه وانا ربي يستر بلادنا كنت متفرهد عامل جو متفرهد ولكن خويا خويا علم لي الفن ومشى معايا في الفن وما حرمنيش وحبيت نجي لتونس قال لي مش دخلت للرشيدية دخل في كونسرفاتوار في نهز زرقون من جملة الأساتذة اللي قروني الفنان القدير فتحي زخونتا سي قادور السرار في بو أمينة دكتور صلاح المهدي زرياب علي رحمة الله أقتاب عشت معاهم في نجوم الغد علي السريتي علي رحمة الله حاج اللجمي برشا فنانين عشت معاهم
اي و باش نقول لك الماء غالي علينا كاو. شكرا ربي يشفي بلادنا كاو. بسم الله عليك ان شاء الله رمضانك خليني نكمل لك ان شاء الله رمضانك مبروك عايشك ربي يخليك ان شاء الله ديما ربي يطول في عمرك خليك يا بنت احلال انا بناتي اكبر منك ما شاء الله و... وبلادنا ممكن تشهد تونس ان شاء الله ربي يسر بلادنا ان شاء الله رمضانك مبروك.